وقد ذكر اهل العلم شروطا للاضحيه من هذه الشروط ان تكون الاضحيه ملكا للمضحي فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب او المسروق نعم لا بد الشرط الاول ان تكون الاضحيه ملكا للمضحي او ماذونا له فيها فلا يجوز ان يضحي بشيء لم يؤذن له به وليس ملكا له ومن شروط الاضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. فمن الابل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الماعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر من شروط الأضحية سلامة الأضحية من العيوب كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا يضحى بهن العوراء البين عورها العوراء البين عورها أما الشيء الخفيف في العين فهذا لا يضر والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها أما المرض الخفيف الذي لا يظهر عليها فإنه لا يضر والعرجاء البين ضلاعها وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح والعجفاء التي لا تنقي والعجفاء يعني الهزيله والحق الفقهاء كل ما فيه عيب فاحش يؤثر على سلامه الاضحيه من العيوب